خيانة في كركوك، بافيل يبيع نفسه لملال إيران. لم تكن قضية السيطرة على مدينة كركوك قضية شخصية يدافع عنها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، ولم تكن قضية تصفية حسابات شخصية بين الاتحاد الوطني الكردستاني من جهة ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى، ولكنها قضية كردية في الأساس. فكركوك هي قلب كردستان، وكان ولا يزال معنى الدفاع عنها هو الدفاع عن كردستان ذاتها. لكن الخونة في آل طالباني، وبالتحديد بافيل طالباني وأمه هيرو إبراهيم، كان لهم رأي آخر، وهو يبيع كركوك ويبيع أهلها نظير حصة من النفط وتعيين محافظ على هواهم في كركوك، والانتقام من مسعود بارزاني وشعبيته الكاسحة بعد استفتاء كردستان. لذلك لم يتأخر بافيل طالباني وأمه عن الاستجابة للصفقة المشبوهة التي عرضها عليهما قاسم سليماني في عزاء والده جلال طالباني، وهي الصفقة التي قضت بانسحاب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من المعركة عند بدئها، وكشف ظهر البيشمركة، وتسليم المدينة لميليشيات الحشد الشيعي الإرهابي التابع للحرس الثوري الإرهابي الإيراني. فمغريات الخيانة ضخمة، وعصا سليماني مخيفة، ولا يمكن لأحد ردها أو صدها. لكن ما لم يعلمه بافيل وأمه أنهما لم يسلما كركوك في الصفقة الأخيرة مع سليماني وملال إيران، ولكنهما باعا نفسيهما للشيطان ودفنا تاريخ جلال طالباني في التراب، بعدما أصبح بافيل نجل طالباني خائن الأكراد وإيراداتهم. ستندم كثيرا بافيل، وستعلم أنك لطخت اسمك وحزبك في الوحل، وأنك قبضت الهواء من سليماني، ولن تحصل على شيء لا في كركوك ولا خارجها.